بعد تداول أخبار عن وفاته محمد رمضان يرد بهذه الطريقة. حقيقة وفاة الفنان محمد رمضان بحادث سير في القاهرة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمد رمضان ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. حقيقة وفاة الفنان محمد رمضان بحادث سير في القاهرة. تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الفنان المصري محمد رمضان في أحد شوارع القاهرة بجمهورية مصر العربية، حيث لم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في مصر أو القريبة من الفنان محمد رمضان تؤكد أو تنفي تلك الأنباء، حيث ستوافيكم وكالة سوا الإخبارية بكل جديد يتعلق بهذا الموضوع. وغرد أحد النشطاء عبر تويتر وفاة الفنان المصري الشهير محمد رمضان بعد تعرضه لحادث في أحد الأحياء داخل القاهرة، ويأتي ذلك الخبر بعد نشر صورة له على صفحته الرسمية على موقع الانستغرام وهو داخل يخت، حيث لاقت انتشارا غير مسبوق عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكتب ناشط آخر: وفاة الفنان محمد رمضان بنوبة قبلي، وفاة الفنان محمد رمضان بنوبة قلبية أثناء تواجده في عمله بعد سماعي خبر وفاة أحد الأشخاص المقربين له، حيث تبين لاحقا أن المتوفي هو أحد أعضاء فريق الحرس الخاص بالفنان المصري محمد رمضان، وكان معه رمضان ولم يعلن عن تفاصيل وفاته سوى نشر صورة قديمة برفقته. ونشر الفنان رمضان عبر حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة أحد أعضاء فرقته الذي أعلن عن وفاته قائلا: أسألكم الفاتحة في وفاة الرجل من فريق الخاص، الله يرحمه ويسكنه فسح جناته، كان أطيب خلق الله. وكانت شائعات كثيرة لاحقت النجم المصري الملقب بنمبر 1 خلال الأشهر والعام الجاري. في يوم 10 من أكتوبر في العام الماضي انتشر خبر وفاة الفنان المصري محمد رمضان، والأمر الذي انتشر بشكل كبير بين منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعله يخرج وينفي خبر وفاته مطالبا وسائل الإعلام أخذوا الأخبار من مصادرها الرسمية. وبدأ الفنان رمضان التمثيل في مسرح المدرسة كما شهد به الممثل المصري عمر الشريف، وصرح أنه اختاره ليكمل مسيرته الفنية. وذكر رمضان في آخر اللقاء أن عمر الشريف أثنى على حسن تمثيله لدور ابن بواب في مسلسل حنان وحنين في أول لقاء بينهما، وبدأ حياته بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل سندريلا إلى أن قدم دورا متميزا في فيلم احكي يا شهرزاد. أصبح رمضان مع الوقت من نجوم الصف الأول، خصوصا بعد أن قام ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجما جماهيريا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية، وكان أهمها أفلام الألمانية عبد متى وقلب الأسد وشد أجزاء. عندما كان في الصف الإعدادي نجح في الانضمام لمدرسة الكرة بنادي الزمالك، لكن عندما التحق بمدرسة السعيدية ترك كرة القدم للتفرغ للتعليم وبدأ التمثيل مبكرا في مسرح المدرسة. وشاهده الناقد أحمد عبد الحميد وكتب عنه بجريدة الجمهورية، وأقنع أمه بأن يواصل تعليمه المعهد العالي للفنون المسرحية. بعد تداول أخبار عن وفاته محمد رمضان يرد بهذه الطريقة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول وفاة النجم المصري محمد رمضان إثر حادثه بأحد شوارع القاهرة، وهذه الأخبار دفعت المتابعين وبالأخص محبي الفنان يتساءلوا إذا كانت تلك الأخبار صحيحة أم شائعة مثل التي تطلق على الفنانين من الفترة الأخرى. ويبدو أن هذه الأخبار بالفعل شائعة ليس لها أساس من الصحة، خاصة أن رمضان شارك جمهوره خلال الساعات الماضية بفيديو من كواليس التحضير لكليب أغنيته الجديدة الشرع محل الأربعة. حقيقة خبر وفاة الفنان محمد رمضان. كتبت بعض المواقع خبر وفاة محمد رمضان الممثل المصري، وعلى الفور بحث رواد الانترنت عن حقيقة هذا الخبر وما إذا كان قد توفي بالفعل أم لا، وذلك من خلال محرك البحث جوجل. ولم يرد على أي من المقربين من الفنان المصري محمد رمضان أي تصريح يؤكد وفاته، كما أنه لم ينقطع عن وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخر ظهورا له هو يوم البحث عن حقيقة هذا الخبر في 5 من أكتوبر عام 2020.
الصين. ونشر الممثل والمغني محمد رمضان قبل 10 ساعات صورة له على موقع الصور والفيديوهات انستغرام وهو يعتلي يخت بأحد الدول العربية، وحازت هذه الصورة على إعجاب ما يزيد عن 270,000 متابع. وفي 6 أكتوبر عام 2020 نشر محمد رمضان مقطع فيديو له بصحبة ابنه علي وهو ينزل من الطائرة الخاصة به متوجها إلى إحدى الفنادق التي تستقبله بدولة عربية ومقابلته لعدد من الأشخاص. كما نشر رمضان يوم الأربعاء 7 أكتوبر مقطع فيديو له على موقع انستغرام أثناء قيامه بالغناء في أحد حفلاته بمدينة الشيخ زايد. ويتابع محمد رمضان على انستغرام 15 مليون متابع، كما يتابعه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 2 مليون مغردة، وعلى الصفحة الرسمية له على موقع فيسبوك ما يزيد عن 13 مليون إعجاب و11 مليون على قناته الشخصية على موقع يوتيوب. ومحمد رمضان هو ممثل ومغني مصري قام بأداء العديد من الأدوار في عدد من المسلسلات والأفلام، ووصل إلى أدوار البطولة في وقت قصير، وحقق العديد من النجاحات في الأغاني والمسلسلات التي قام ببطولتها ويتابعه الملايين، إلا أنه في المقابل يلقى الكثير من الانتقادات بسبب تباهيه بما يمتلكه من سيارات فارهة وطائرات خاصة، بالإضافة إلى المحتوى الذي يقدمه في أعماله والتي تنشر البلطجة بحسب البعض وتعريه في حفلاته ضاربا بالقوانين عرض الحائط. ومحمد رمضان متزوج ولديه طفلين هما ابنه الأكبر علي وابنته الصغرى كنزة. هذا ما حدث للشيخ محمود الشحات أنور بعد ظهوره مع محمد رمضان. تعرضت الصفحة الرسمية لقارئ القرآن الكريم الشيخ محمود الشحات محمد أنور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لهجوم شديد بعدما نشر صورة له مع محمد رمضان في سرداق عزاء رجل الأعمال حسام عمر وزوجته، وحذفت الصفحة صور أنور مع رمضان بعدما انهالت التعليقات التي تهاجمه بسبب التقاطه صور مع محمد رمضان. وتوفي الدكتور حسام عمر أحد رجال الأعمال في مجال الدواء ومؤسس الشركة المتحدة للصيادلة، وهو أحد رواد صناعة وتوزيع الدواء. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. هل ستنجح أغنية محمد رمضان الجديدة الشرع محلل لي 4؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.